رمضان کریم جميع اخوتي واخواتي في السعودية الاهل جميعا ان شاء الله يا رب يكون هذا عام الحرية الاول من اعظم حياة شعبنا السوري العظيم وان لا يبقى في اي منطقة من مناطق سوريا جائعا في هذا الشهر الفضيل وان ينال الجميع كفايتهم من الطعام ومن الخير وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. انا اخوكم الشيكير. قبل ان يلفظ انفاسه الاخيره بسويعات قليله، هنأ المفكر والكاتب والسياسي المعارض السوري ميشيل كيلو جميع السوريين بحلول شهر رمضان المبارك. لكن رسالته الأخيرة للسوريين تركت في ذهن كل مواطن أثراً لا يمكن زواله لطالما اتفق الجميع، حثهم فيها على ما ينبغي أن يتمسكوا به اليوم وما أحوجهم إلى ذلك في وقت كثرت فيه كتابات مستقبلهم الغامض، ليترك الرجل وصيته الأخيرة ويرحل إلى عالم الغيب. شعبنا يستحق السلام والحرية والعدالة، سوريا الأفضل والأجمل بانتظاركم. كانت تلك خاتمة وصيته للسوريين التي حثهم فيها على الاتحاد، وقال إنكم لن تقهروا الاستبداد منفردين، وإذا لم تتحدوا في إطار وطني وعلى كلمة سواء ونهائية فإنكم سيذلكم إلى زمن طويل جدا، وإنكم لن تصبحوا شعبا واحدا ما دمتم تعتمدون معايير غير وطنية وثأرية في النظر إلى بعضكم وأنفسكم، وهذا يعني أنكم ستبقون ألعوبة بيد الأسد الذي يغذي هذه معايير وعلاقاتها، وأنتم تعتقدون أنكم تقارعونه. في عام 2005 كان ميشيل كيلو أحد الموقعين البارزين مع عدد من الشخصيات والتيارات على إعلان دمشق، تلك الوثيقة السياسية التي قدمت تصوراً محدداً للانتقال الديمقراطي في البلاد، والتي دعت إلى إنهاء 35 عاماً من حكم أسرة الأسد لسوريا واستبداله بنظام ديمقراطي، ثم تلاها بالتوقيع على إعلان بيروت دمشق عام 2006، والذي كان من أهم ما دعا إليه هو استقلال لبنان وإنهاء الاغتيالات السياسية في لبنان، وهو العام الذي اعتقل فيه مع آخرين وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي والتحريض على التفرقة الطائفية. رحل ميشيل كيلو تاركاً في نفوس السوريين آثاراً في الفكر والثقافة والسياسة والأدب، كيف لا وقد رسخ الوضع السوري بجرأة رغم سجنه في زمن حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار. رثاه الجميع وحزن على فراقه الجميع، ولم يقتصر الأمر عند السوريين فحسب، بل تعدى ذلك إلى كل تواق للحرية ليبقى محل تقدير واحترام كثيرين، فكثرت البيانات الصادرة من دوائر ومؤسسات وأحزاب، ولعل بيان حزب الشعب الديمقراطي السوري المعارض كان من بينها، فجاء في رثائه: لو صارت البلاد بلادنا لمشت دمشق في جنازتك، ولقرعت أجراس الكنائس في باب توما حدادا عليك. لو صارت البلاد بلادنا لبكتك حمص وحما ومصياف وعفرين ووادي العيون جهارا. لو صارت البلاد لأصحابها لنصبت لك في المدن السورية خيم العزاء، ولارتفع صوت القراء يتلون آيات من الذكر الحكيم وسورة ياسين. ويوما ما إن لم نكن نحن فسنوصي أبناءنا حين يتحقق حلمك بسوريا الحرة والديمقراطية أن يقف على قبرك ليقرأ الفاتحة وإصحاحا من الإنجيل.